تحديث مهم للبيتكوين لا يمكنك تفويته. استيقظ مستثمر البيتكوين، لا يمكن التخطي أي جزء من الفيديو. اعمل لايك واشتراك. مرحبا متابعين قناتي عالم العملات الرقمية. قبل ما أبدأ بالفيديو خليني أعرفك على أقوى منصة بالتداول بالوطن العربي، منصة إكسينز، منصة لتداول الفوركس. فيها أصول كثيرة جدا، ما فيها رسوم للتبييض على الصفقات، وأقل إيداع بالمنصة بيكون بس 10 دولار. بتقدر تتداول الفوركس والذهب والعملات الرقمية، وهي حاليا المنصة الأفضل بالشرق الأوسط. إذا حابب تجرب المنصة بتقدر تسجل للرابط من أسفل الفيديو وتستفيد من صفقاتنا المجانية لتحقق أرباح ممتازة. بدأت عملة البيتكوين بفقدان الزخم على الإطار اليومي. البيتكوين بمنطقة خطرة عند الترند الهابط على القناة. تم دفعه من هاي القناة 4 مرات نحو الأسفل. لذلك صديقي مناطق 68 مهمة جدا لاستكمال الصعود. نسبة الفائدة الآن مفتوحة على البيتكوين، الآن وصلت إلى مستويات مرتفعة. هذا يعني الفيوتشر الآن هو المسيطر على السوق. أموال ضخمة من عقود اللونج سوف تتبخر فور وصول البيتكوين مناطق 64,000 و65,000. أيضا منطقة التصفية الثانية مناطق 61,000. هاي المستويات دعوم قوية للبيتكوين، بما أنه الآن الفيوتشر هو قائد السيولة بالبيتكوين، فتوقع حركة غدر قبل الصعود. الآن صديقي البيتكوين في منطقة ما تسمى بالرمادية، جايز نخترق مناطق 68,000 ونستكمل الصعود، وممكن يتم دفعنا إلى الأسفل مثل المرات الماضية. أما صديقي البيتكوين على الإطار الساعة، نحن شكلنا 3 موجات دافعة. الآن تصحيح الموجة الثالثة لازم ما نتجاوز فيه مناطق 66,400. القمة السابقة. أما على الإطار اليومي ممنوع الإغلاق أسفل مناطق 67,000، وإلا ممكن ندخل داخل هاي القناة الهابطة ويصير في عنا اختراق كاذب. بالتأكيد صديقي نحن مستمرين معكم بأهم تحديثات البيتكوين، وانضم لي على الرابط اللي بأسفل الفيديو. لا تنسى تعمل لايك واشتراك إذا عجبك المحتوى.